برجان المدير التنفيذي النادي الاهلي طالب الجماهير الاهلاويه بالالتزام، وانا عارف الجماهير الاهلاويه دايما ملتزمه ودايما متعطشه ان هي تشوف فريقها في اي مكان، وزي ما انا قلت كمان مناسبه افريقيه. احنا علشان بس نوضح حاجه، دايما بيختلط عليكم الامر او في ناس مش عايزه الدنيا تبقى كويسه فبتنقل الصوره بطريقه ما. يعني لما بنطالب بنقول التزام، بنقول التزام ليه؟ لاننا احنا مش عايزين نخسر الجماهير الاهلاويه تاني، احنا عايزين الجماهير ترجع 15000 و20000 و70000 و80000، ولو كان في مليون حتى في الاستاد يسع مليون يا ريت. مش عايزين يحصل اي حاجه علشان يقولوا لا اصل الجماهير، لا خلاص بقى نستنى شويه تاني، احنا مش عايزين نخسركم تاني. ده الموضوع. لكن موضوع غرامات، يا ريت موضوع كان غرامات ولا حاجه من كده، موضوع فداكوا اي حاجه، لكن ان احنا نخسر واحد بس من جمهور النادي الاهلي، هي دي المشكله الحقيقيه اللي احنا بنشوفها. لكن احنا عايزين نحافظ على جماهيرنا، عايزين نكترها كمان، مش عايزين حد يرجع يقول اصل بصوا الجماهير، احنا قلنا الجماهير ترجع والجماهير عملت ايه. ان شاء الله جماهير الاهلي تدي انطباع وتدي دايما درس لكل الجماهير في الالتزام وفي التشجيع المثالي لفرقتها اللي بيحبوها وبيعشقوها، فريق النادي الاهلي. ده كان توضيح حبيت اقوله، علشان ساعات يقول لك اصل مش عارف، بيقولوا بقى ان نلتزم مش عارف اصل مش عارف ايه. لا، احنا عايزينكم، احنا عايزينكم، عايزين نلتزم عشان احنا عايزينكم، عايزينكم تكتروا وترجعوا وتنوروا الاستادات اللي بيلعب على النادي الاهلي في اي مكان في الدنيا.